أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نائب في الميزان. النهاردة معايا ضيف مهم جدا، هو سيادة النائب مصطفى جندي، المستشار السياسي للرئيس البرلماني الإفريقي والرئيس السابق للجنة الشؤون الإفريقية بالبرلمان. سيادة النائب، إزاي حضرتك؟ أهلا بيك. مشرفنا ومنورنا النهاردة. كل اللي بيشوفونا، وأنا مش عايز أقول بنعزي، لأن إحنا ما بناخدش العزاء إلا بعد الطار. احنا عندنا حادث أليم بصراحة أدمى قلوب المصريين. هو مش حادث، هي حرب. هي حرب دايرة. وخلينا نفتكر مع بعض ان الحرب دي اللي قرر انه يدخلها هو الشعب. الشعب لما قرر في 30/6 انه يقف قصاد الاخوان من شمال مصر لجنوبها ومن شرقها لغربها، والملايين نزلت. الاخوان يعني التنظيم الدولي. التنظيم الدولي يعني الدول انجلترا وامريكا والدول الكبيره اللي عملت الاخوان، اللي مولت الاخوان، اللي عايزه مصر تصبح مرتع لكل إرهابي في العالم يسيب أوروبا ويجي على مصر عشان الإخوان. دولة الإسلام اللي بيقولوا عنها أمريكا وإنجلترا هيعملوا دولة الإسلام. وبالتالي استشهاد 16 احنا في حرب، واحنا قررنا ان احنا نخش الحرب. وبالتالي احنا في حرب عالمية، في قوة عالمية. العيال اللي بتهاجم ولادنا دول مدربين عالميا، ممولين عالميا، معاهم سلاح عالمي، معاهم أقمار صناعية، معاهم قوة. انت بتحارب دول عظمى، انت بتحارب قوة دول عظمى تريد سقوط مصر، لان دي الحجر. وقحة وقعت المنطقة، خليج ومغرب عربي وافريقي، لان دي هي الحجر. مش انا بكلام، ده كلام قرآن وتوراة وإنجيل وتاريخ. هي دي البلد، وإن شاء الرحمن هي محفوظة وآمنة. هل آمنة بترابها ولا بناسها، بفلاحينها، بعمالها، بشبابها، بشاباتها؟ هي دي بلدنا. هي دي مصر. لما يقول مصر في القرآن هم أهل مصر وليست أرض مصر. شفت الرسالة يا سيادة النائب اللي أهالي الشهداء بيتكلموا فيه الفضائيات؟ انا بصراحه يعني بكيت من المشهد قدامي. والد الشهيد بيقول انا رحت ادور في صدر ابني علشان اشوفه مضروب في صدره ولا في ظهره، وفرحت جدا لما لقيته مضروب في صدره. شوف 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 المعنى، شوف المعنى، شوف الوطنيه قد ايه، الوطنيه في الناس، وقد ايه الناس دي زرعت في ولادهم الرجوله والتضحيه والشهامه. هي مش وطنيه، هي ربانيه. هي لما ربنا وسيدنا رسول الله يقول عن الشعب المصري خير الأجناد. طيب ما تيجي نفصل الكلمة، هما مين خير الأجناد دول؟ ولادنا اللي حي منهم واللي استشهد. صحيح. وأنا وإنت وعيالنا. صحيح. أي واحد فينا بكرة هيبقى في الجيش هيبقى في مكان أي واحد من ولادنا اللي واقفين النهاردة. صحيح. صح؟ صحيح. طب خير الأجناد دي، خير الأجناد ده محتاج حاجتين. محتاج العقيدة والإيمان والشهادة، انه مؤمن عنده العقيدة وحبه للقوة، عنده مؤسسة، مؤسسة عسكرية، مؤسسة شرطية، مؤسسة. تمام. لما الشعب يكون بيحب الاتنين دول، زي من العجلة الحربية من ايام مينا المؤسس، وكانت امون في ذلك الزمان، اللي هي ايه؟ العقيدة في الاله، ان انا بدافع، وبالتالي بتخلق خير الأجناد. بيجي خير الأجناد دولت لازم يكون عنصرهم أصيل. ما هو ما ينفعش يبقى خيره أجناد وعنصره صحيح. مش أصيل. صحيح. لما يجي سيدنا رسول الله وكل الأنبياء عليه الصلاة والسلام يقول لك لما تيجي تتجوز دور أنت بتتجوز منين؟ عرقه إيه؟ العرق ده له دلالة ومفهومة. بيقولوا العرق ده الساس. طب. لما يجي سيدنا إبراهيم يتجوز من مصر، لما يجي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجوز من مصر، سيدنا موسى، خد، يبقى معناه ان هذا العرق من انبل الاعراق المخلوقه على وجه الارض. فانا عندي عرق ياتي فيتزوج منه الانبياء فياتي بالانبياء، فلنا في كل نبي ام. صحيح. من سيدنا اسماعيل لسيدنا رسول الله، وحتى سيدنا رسول الله لما قاسوا عليه في مكه هرب وراح فين؟ هاجر راح على فين؟ المدينة عند اخواله. لما قال بيته بعد سيدنا رسول الله، لما راح عند رفيقه الاعلى، قال البيت لما جم هربوا راح على فين؟ على اخوالهم. فين؟ في مصر.
ليه؟ لان هي دي الحقيقه. اذا انا عندي عنصر من انبل العناصر مؤمن بالله قبل وجود الانبياء، حتى ابو الانبياء جاء الى مصر بعد ما قال هذا ربي والنجم والشمس، ها جاء مصر فوجد امونا ورعه وتبنوه وزوجوه، صح؟ فاحنا مؤمنين. العناصر دي كلها لما تحطها ويا بعض تجيب بقى الاب اللي انت بتتكلم عليه. صحيح. انا جاي اشوف ابني واخد الطلقه في صدره ولا واخدها في ظهره؟ انا عايز اقول له حاجه، في صدره. وخلي بالك حتى لو واخدها في ظهره هو ما ولاش الدبر، هو ممكن بيحارب في كر وفر وبينزل تحت جبل عشان يدافع، لان في غدر وفي عدم تنظيم وفي 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 وتحدثنا فيه، واكيد الرئيس تحدث فيه في الاجتماع اللي فات بتاع المجلس الاعلى بتاع الارهاب. ولكن في رجاله سيدنا رسول الله شاهد لهم، وعشان كده هتلاقي ابوه الراجل ده وامه الست دي. عدد الضباط اللي استشهد يا ست النائب كبير قوي في الحادثه الاخيره دي، ودي دلاله، لان الناس بتقول لك يا عم ده بيقعدوا الضباط وبيبعتوا مش عارف ايه وبيبعتوا مش عارف ايه، وابني فلان ما بيروحش. وشفنا نماذج في قيادات في الجيش اولادها بتستشهد، قيادات في الشرطه اولادها بيستشهدوا. بص اقول لك حاجه، احنا قلنا العنصر، ايوه، وقلنا ان خاله الاجناه، ايوه، واخد بالك؟ هل هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الأجناد ظابط ولا عسكري؟ لا طبعا. ولا قال المصري؟ لا طبعا. المصري في منه عسكري؟ لا، ما في رسائل وفي منه ظابط، في رسائل بتحرض وبتخلي الناس، ما هو ده، ما هو دي الحرب، الناس عندها وعي، ما هي دي الحرب. مش سايبك، هو سايبك، مش سايبك، عمال كل شويه يقول لك ده ابنك لوحده اللي بيروح، ده الظابط الفلاني ما بيروحش، ده ابن فلان ما بيروحش، ما هو مش سايبك. ما هو وبعدين يرجع يقول لك يا عم انتوا عم تشتروا سلاح وذخيره، وانت بتشتروا السلاح ده ليه؟ بتشتروا فرقاطه ليه؟ بتشتري اسطول بحري ليه؟ بتنمي القوات المسلحه ليه؟ الناس عايزه تاكل، انت في حرب. يعني اكذب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عايزين نكذب سيدنا رسول الله؟ يعني سيدنا رسول الله لما يقول علينا خير الاجناد، ما انا لازم اجيب لهم وعد لهم ما استطعتم من صحيح. قوه صحيح، ومن رباط الخيل. صحيح. دلوقتي رباط الخيل هو بقى الفرقاطه والغواصه. صحيح. اما القوه فهي الانسان. ايوه. الفرد، عسكري كان ام ظابط، ده اكبر دليل ربنا حرق به الاخوان والتسريبات اللي عماله تطلعه. ان الضباط اللي ماتوا في الحادثه ضعفين الافراد. صحيح. ضعفين الافراد. صحيح صحيح. وبالتالي هو ربنا قادر، ربنا حامي هذا البلد. تاكد، انا هقول لحضرتك حاجه، انا متيقن يقينا ان مفيش مصري حرامي نصاب مجرم هيمسك سلاح ويقف على خط النار ويرميه، لا يمكن. ليه؟ لانه لو ده حصل مش هينبقى خير الاجناد، يبقى سيدنا رسول الله بيقول شيء عليه الصلاه والسلام مش مظبوط. عليه الصلاه والسلام. لان انا يوم مرمي سلاحي معناها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله غلطاه، وهو لا ينطق عن الهوى، فانا حتى لما احب مش هرميه. انا هرميه سلاحي بيني وبين اخويا ووحد الصف، لكن على خط النار وعشان احميهم امي وابويا واختي اللي في الدار ارمي سلاحي؟ طب ارجع لهم ازاي؟ ارجع لهم اقول لهم سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام غلطان؟ قال عننا خير الاجناد واحنا ما نسواش؟ احنا بنرمي سلاحنا؟ احنا بنولد دبر؟ لا، بس هو اعدوا، واحنا في البرلمان اتكلمنا في اعدوا. ادي الصيغه يا سيدي، ودرب العيال عشان الولا لما يستشهد يكون جايب لي 10 وياه، 10 من المجرمين اللي عايزين يقفلوا البلد. وبالتالي احنا بنطور، وبقول ما نجلدش روحنا. ليه؟ احنا عملنا ثورتين ليه؟ هل عشان عندنا كل حاجه ولا عشان ما عندناش حاجه قمنا بثوره؟ لا، عشان ما عندناش حاجه، لا تعليم ولا صحه ولا طرق ولا كهرباء ولا 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 عنوتة، بس عندنا ايه؟ اكلتنا لتاني يوم، عمال نقترض ونستلف من كل البلاد اللي حوالينا.
ده الواقع, ده الواقع. عشان كده عملنا ثورة. طيب عملنا ثورة يا سيدي ومشينا الناس, تمام, نعمل ايه؟ هنبني. قبل ما بتبني بتعمل ايه؟ بتحفر. هو مش الاساس ممكن ياخد له 6 أشهر والدور ياخد له 1 أسبوع بعد كده في البنى. فانا برمي اساسات. هل انا عندي الداخليه انا راضي عنها؟ لا, انا عايز الداخليه بتاعتي تبقى على مستوى الداخليه اللي في العالم. عايز فلوس وتدريب. طيب هل انا جيشي مش محتاج حاجه, ولا لازم انزل اشتري له غواصه واجيب له حامل الطيارات واجيب له طيارات جديده واجيب له واجيب له واجيب وانوع سلاحي عشان ما حدش يمسك زمره رقبتي في حرب؟ صح, مظبوط. يبقى انا بعمل, انا في حاله حرب. اللي بيتريق على التبرع ومش التبرع, لا, في حاله الحرب بيتبرع والستات بترمي صيغتها, بس كلنا مش الغلابه بس, الكل. ده طابع في الشعب المصري, ده طابع يا رقابه يا اداريه يا اللي احنا بنقول سلامات على اللي انت بتعمليه. ليه؟ لانها رايحه تقول للكل. والفساد لا. طب الفساد ينفع الرقابه الاداريه لوحدها؟ لا, ما ينفعش. لازم وعي عند الناس, لازم ابلغ. لازم انا ابلغ. طب هستاذنك معانا عمر من الاسماعيليه عايز يعمل مداخله معانا. استاذ عمر ازيك؟ اهلا وسهلا, معاك المهندس عمر من ابناء المحاربين القدماء الاسماعيليه. ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا باشمهندس. معايا سياده النائب مصطفى الجندي. انا بفتح على النائب المحترم دون. الله يخليك, الله يبارك لك. وعايز اقول للحادث الوحاد ده قدر الله ما شاء فعل. بس انا يعني برضو بطرح موضوع يعني من ناحيه الاعلام وكده, ان ممكن الموضوع ده ياثر على الروح المعنويه لدى الضباط ولدى الشرطه ولدى الداخليه. وطبعا برضو بوجه نداء للسيد وزير الداخليه, المفروض ان هو كان يتعمل تضاريس, بحث عن التضاريس بتاعته, سطح بتاع التربه اثناء دخول العمليه, وكان اتعمل بالجي بي اس واتعمل دراسه كويسه قبل ما يخش العمليه دي. كلام محترم. استاذ عمر خليك معانا واسمع رد سياده النائب معانا. لا, هو كلام محترم. اصل الاستاذ عمر, باشمهندس عمر, بيقول اللي مصر كلها بتقول, وبحث كويس على الموضوع كويس قبل يعني ما يخش فيه. بالظبط, يعني هو كلام, هو كلام الباشمهندس عمر اللي بيقوله المصريين كلهم, اللي بيقوله العقل الجمعي المصري, اللي بيقوله مش واحد زعلان ان في شهيد, لا, واحد زعلان ان الشهيد ده ما جابش وياه 10 من المجرمين دول, او ان المعركة او المعركة اللي تمت ما كانتش انا مدي ولادي فيها كل ما استطيع. هذا عقل جمعي موجود, واكيد ان القيادة السياسية لما اجتمعت بكل المجموعة اللي هي المجلس الاعلى بتاع محاربة الارهاب, اكيد هذا الكلام اتحط على الترابيزه, لان هم جزء مننا, هم جزء من العقل الجمعي. ولكن اللي انا عايز اقوله ان احنا زي ما الباشمهندس قال, احنا مش عايزين ناثر على روح عيال, بس مش عايزين نرمي عيال. وبالتالي يبقى ايه؟ انا بتعلم من اللي بيحصل, يبقى انا بعد كده ما بنزلش من على الاسفلت. مثلا انا مش خبير امني, ممكن اكون مخطئ, بس اهو ما نزلش من على الاسفلت الا انا متعاون مع الدفاع, مبلغ معلوماتي للدفاع. مش مشكله, ما احنا الدفاع عايشين. تطلع بالطيران الاول تجيب لي كل المعلومات. ما هو ده اللي الناس بيقولوه بالليل. صحيح, انت نازل في الصحراء والناس قاعده كده, ما هو بيقولوا هذا الكلام. ما هو كل قريه فيها ولد وفيها شهيد النهارده او بكره. صحيح, واحنا متعودين. صحيح, كشعب مصري وكتاريخه ما عندناش مشكله, بس عايزين العركه اللي ولادنا يموتوا فيها تبقى عركة يعني انا مدي كل ما املك لولادي. انا مش عايز احرمه من حاجة, لان الواد ممكن يموت يستشهد, فانا هبخل عليه بايه؟ بسيغتي, هبخل عليه بارضي, هبخل عليه ببيتي. ده ضناي, فانا عايز اديله كل حاجة. صحيح. وبالتالي الشعب, يا ضابط الجيش ويا ضابط الشرطة ويا ضابط ويا عسكري ويا مواطن, في الحرب هي كر وفر. انا بحارب لاول مره في تاريخ مصر عدو مش مني. على مدار تاريخي كان اشي تطار, ده عينه عامله كده, اشي لا, وشايفه قدامك وعارف بتحارب مين يا فندم. انا وانت النهارده بتحارب ناس لا انت عارفهم ولا انت شايفهم, بحارب زي وعاملين زي الفيران في كل مكان, في الجسد,
ده ممكن يكون واقف وياك بيفطر الصبح معاك على عربية فول وهو اللي بايعك، وبعد ما يخلص فطاره ويعدي الشارع يفجر نفسه. صحيح صح صحيح. إذن أنا النهاردة العدو بتاعي، ودي نقطة مهمة لازم نتكلم فيها، اعرف عدوك. أنا فاكر أيام عبد النصر وأيام 67 وأيام 73 كان أهم حاجة عندنا يقولك إيه؟ اعرف عدوك. اعرف عدوك، اعرف عدوك. ليه؟ عشان لما أشوفه أعرفه من وسط ألف. طب ده عدوي. لا وكمان ست النادي ده عدوي من جوايا. ده عدوي ممكن يبقى ابن عمتي ولا ابن خالتي. ده عدوي كفر مجتمع. ده عدوي مستعد انه يموت وياخدنا معاه. طيب نعمل ايه؟ هو مش في رسائل في الحادثة دي بتقول ان الدليل اللي كان موجود مع الشرطة هو اللي ارشد عن الضباط اللي موجودين على حسب ما سمعنا؟ دي رسائل. انا مش هتكلم. بص انا لن اتحدث. انا في حالة حرب. بص يا بي انا بنتكلم انا في حالة حرب يا فندم. وضع موجود وناس لها مسميات مختلفة. أنا متيقن ومتأكد زي ما أنا شايف حضرتك دلوقتي إن القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية قعد مع مجلسه. خلاص أنا مش هتكلم ولا رسائل. وكل اللي احنا بنطلبه من القيادات إنه ما يسيبوش إعلامهم يوم ونص من غير معلومة، لان صحيح. العدو بتاعي متمكن من الآلة الإعلامية اللي هي النت، ولما اللي هي الفيسبوك، ولما يتزع اللي هي في كل بيت يتزع تسجيل بالشكل ده. ايه ده؟ احنا بنقول ايه؟ احنا لازم هنتعلم ولازم يتحاسب المخطئ عشان بعد كده ما يحصلش مثلا. ولكن انا في حرب دائرة، انا بحارب عدو كبير من كل حتة في العالم. العيال دي مش امكانياتها. لا لا لا، العيال دي مش تدريبها. لا لا، انا ممكن امكانيات اخطا. ده امكانيات دول يا ست النائب. انت النهارده بتتكلم عن كل شويه طلع لك مسمى اجناد مصر، بيت المقدس، مش عارف ايه مش عارف ايه. كل ميليشيا من دي بتقودها عيلين ثلاثه، وكل ميليشيا من دي جالها تمويل من ليبيا، واللي جالها تمويل من تمويل مش عارف من قطر. وبعدين هو بيسدد لك الضربات دي علشان يقول لك انا موجود في سيناء، موجود في الواحات، موجود هنا، موجود هنا، لان حنفيات الفلوس شغاله. ولو ما عملش ده مش هتجيله حنفيات الفلوس ده. فلازم يقول للناس انا موجود. وقطر تقول لك انا موجوده. بقى انا بقى يبقى عندي وعي. يبقى عندي وعي. اقول لسيادتك انا زمان وانا صغير ما فيش واحد في البلد في القريه حتى لو ابن عمه جاله من مصر لازم العمده يبقى عارف مين الغريب اللي بايت. كنت لسه هسالك يا سياده النائب في نفس في الموضوع ده. ليه؟ يعني يبقى عندي في منطقتي كناس عرب محترمين وشيوخ عرب، وانت عارف ان الصحراء دي متقسمه على العرب، وده معروف ان ده حوزه وده حوزه وده حوزه. ازاي يبقى عندي مثلا 200 300 واحد قاعدين بيتدربوا مطالعين مش بيجي لهم اكل وشرب؟ هو في ايه؟ هم قاعدين في النقطه دي ومحدش بينزل لهم؟ الاكل بينزل لهم من السماء والشرب بينزل لهم من السماء؟ ازاي يعني؟ لا لا ان الناس دي احنا لابد يبقى فيه في واحد. في غياب للدوله في كثير من مناطق مصر. خلينا نقول الحاجة كما هي. الناس دي لا بيروح لهم دولة وبيروح لهم إرهابيين بيبقوا قاعدين حواليهم. صح؟ مش واقع؟ طب. وبيهددوهم. خلينا ناخدها كده. أو بيسترزقوا وهو ما يعرفش إن ده إرهابي. خلينا ناخد دايما إيه؟ الجانب إن إحنا بنقول أنا ما أعرفش. طيب يا جماعة الوعي يا جماعة احنا في حرب ولا مش في حرب؟ في حرب طبعا. طيب يا جماعة في اوقات الحرب بيختلف القانون، ما بيبقاش القانون الطبيعي، بيبقى قوانين الاستثنائية، قوانين الحرب. ارجوكم يا قرية يا مصرية ما فيش غريب يبات فيك. ارجوكم يا عمارة، هو ده يا عمارة هو يا ده. مصرية ما فيش شقة تتأجر فيكي مفروش والعمارة كلها ما يكلموش الاسم ويقولوا الشقة عندنا تأجر. مش صاحب العمارة اهو. انت بقى بتكلم المواطن المصري الاصيل. انا بتكلم ان انا في حالة حرب وقانون استثناء. دلوقتي احنا بنطلبها، لو ما حصلتش هنعمل ايه؟ هنقننها. ان انت لو سكنت شقة واكتشفنا بعد كده ان في شقة سكنة مفروش وفيها ارهابيين وانتوا كسكان لم تتعاونوا ولم تؤدي دورك في هذه الحرب، اللي انا بقول لك 80% من مكسبنا لحربنا ضد
هذا العدو اللي هو متخفي اللي هو زي وزيك اللي هو قريبي واخوك اللي هو مننا احنا. ابلغ عليك مسؤولية يا قرية يا اللي فيك غريب وهنكتشف ان فيك ارهابي او في العزبتين اللي براك صحيح وانتي لم تبلغي كقرية لا هنتكلم. طب هنتكلم ازاي؟ لا لازم نتكلم لسبب لان انت 5000 واحد في القرية لكن في 104 مليون طبعا. لازم كل واحد فينا يبلغ طبعا. البلاغ والابلاغ 80% من نجاح العملية. طب هنستاذنك ناخد الاستاذ محمد من الجيزة. استاذ محمد ازاي حضرتك؟ طيب هو الخط فصل. يعني البلاغ والابلاغ حتى في العمل الشرطي العادي الجريمة المخدرات الدعارة اي حاجة مبنية 80% بلاغ او كمين صدفة امسك فيها و 20% عمل شرط. صحيح. طب ال 80% دي عندنا عندنا وعي. وخلي بالك انا وعي لو بلغت الناس. على ولد عمي هو من دمي انا بنقذه انا بنقذه وبرجعه لدينه. مفيش دين بيقول ان انت تفجر روح. مفيش دين بيقول ان البني ادم ما يلاقيش ياكل. اللي بالك هي كده وكده. صحيح. هما بيوعدوا العيال بايه؟ المشايخ يقول له الجنه. طب تعالى يا عم وصف لنا الجنه. قال له الجنه هتاكل وهتشرب وهتتزوج ها وهتنام والجو حلو. صح مظبوط. مش هو ده توصيفه؟ طبعا. وبعد كده الاكل بقى قال له مواصفات اكل عنب وزيتون ورمان والحور العين هيبقوا مستنيين والميه ماشي مع الحور العين نقول هتتزوج. طيب هل قالوا للشباب ده ان الجنه الحقيقيه هي رؤيه الله؟ لا هم ادوله ايه؟ الماديات اللي في الجنه اللي هي بالنسبه للدنيا حقه. صحيح. حق كل مصري انه ياكل ويشرب وينام ويتزوج وعياله يخشوا مدارس ويجدوا حق يكفله ايه؟ الدستور. اذا هو بيقول له موت نفسك عشان تجيب حقك اللي مش عارف تجيبه في الارض. انا كمجتمع لازم اديله حقه. عايز تحارب الارهاب والتطرف حارب اسبابه. الشباب اللي بيطلع يروح ليبيا وهو عارف انه هيموت. طب استاذنك ناخد لقمة العيش. الشاب اللي بيركب مركب ويطلع البحر على ايطاليا ولا عارف ان 50-60% ممكن يموت لقمة العيش. صحيح. فبالتالي انا لازم لما اجي اعالج اوفر كمان الاسباب. طبعا. ما بقولكش يا سيدي حط له في السندوتش لحمه على انا بقول لك انه له حق يلاقي حقه انه ما ينامش جعان. صحيح. هستاذنك سياده النائب ناخد الاستاذ خالد من الشرقيه. استاذ خالد من كفر الشيخ اتفضل. السلام عليكم سيادة النايب. وعليكم السلام يا فندم. أو ممكن أتكلم سيادة النايب؟ تفضل يا أستاذ خالد تفضل معاك سيادة النايب. أنا دوقت إن ليا شكوى يا سيادة النايب قمت بيدي القبر. وطي صوت التلفزيون يا أستاذ خالد. أيوة سيادة النايب. وطي أيوة صوت التلفزيون يا أستاذ خالد واسمعنا من التليفون. أنا معاك يا سيادة النايب أهو. قولي يا أستاذ. سيادة النايب. قولي يا حبيبي قولي يا أستاذ خالد. أنا ما عنديش مشوار دلوقتي خالص. أنا ليا شكوى دلوقتي القبض اسمه كرامة ده. أيوة حبيبي قول. تكافل تكافل وكرامة. اطلع ألو. أي اسمعنا من التليفون يا أستاذ خالد. أنا طالع على الشبكة أهو يا فندم. أيوة تكافل وكرامة مال. أنا عايز دلوقتي في القبض في ناس قبضوا وإحنا لسه قرية كفر الشيخ ديت ما قبضتش. أنهي قرية اسمها إيه؟ بتاعت برنبال. اسم القرية ايه؟ برنبال. برنبال يا فندم. برنبال. مركز ماشي. طيب شكرا استاذ خالد. خليك معانا. عايزين ايام نكتب الكرامة ديت هي عايزين بس يعني في تأخير. سيب رقمك في الكنترول يا استاذ خالد وست النائب هتواصل معاك. خلاص يا ست النائب شكرا. اتفضل ست النائب. يعني إيه 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 انا ده اللي انا بتكلم عليه التكافل والكرامة. خلينا ناخد من هنا من الكلمه دي. انت عجبتني في كلمه قلتها دلوقتي سياده النائب. انت قلت هو بيوعده بالحاجات اللي مش قادر يحققها في الدنيا اللي هي حقه في الدنيا اللي اساس الحياه. اللي هي اسس الحياه. يا فندم لما اقول انا عطشان او جعان او بردان معناها بقول ان انا بموت.
انا صحيح. ممكن اقعد عطشان يوم اتنين بعد كده هموت. ممكن اقعد جعان اربع ايام وبعد كده هموت. ممكن اقعد ساعان نص ساعة هموت. صحيح. في اساسيات حياة. هو ده اللي بيوعدوا بيه. صحيح. بيوعدوا بيه حتى ما قالوش ان الجنة يا ابني في النهاية هي رؤية الله. لا هو بيديله. فبالتالي هو بيديله اللي المجتمع مجبر ان يديله. مين بقى المجتمع؟ غني وفقير. غني وفقير. الله تعالى لي. تعالى لي يا باشا. هو ربنا مديك كم فدان دول ليك ولعيالك والناس دي كلها ملاش حق ولا ليهم؟ ليهم طبعا. ليهم في الكتاب، ليهم في القرآن، ليهم في التوراة، ليهم في الإنجيل، ليهم في زكاة، في ندور، في كفارات، في صدقات. احنا ما عندناش تكافل مجتمع حقيقة. التكافل لا عندنا. امال هي عايشة ازاي؟ بس عايز يتنظم. هي عايشة ازاي؟ ما عايشة احنا مع بعضينا. ايه اللي قادر بيدي؟ يعني انا كان مجموعة الشباب قبل ما نخش على الهوا وانت كنت قاعد وبنتكلم على الغلا وي 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 وي. قلت لكم ايه؟ قلت لكم ماشي، لو انت مروح دلوقتي البيت وانت محروق بالغلا ولقيت حد في الشارع عندك على اول الشارع موطى عليك قال لك استاذنا انا عايز 5 جنيه وانت في جيبك 20 جنيه، مش هتديهم له؟ كلكم قلتوا ايه؟ هنديها له. هي ماشيه كده، هي ماشيه كده بينا، ولكن احنا عايزين ننظمها. في ناس مليارات، في حق لازم يدفع. في ناس تريليونات، 30 سنه بيحلبوا. تعالى يا عم اقعد وطلع. مش قادرين نعمل ده. من بره وتعالى حط. مش قادرين نعمل ده ليه يا سياده النائب؟ يا سيدي لان الرئيس بتاعنا مش عايز ان هو يتعامل معاهم كما تعاملت الثورات. ولكن انا متاكد الظروف اتغيرت يا سياده النائب. بس الظروف اتغيرت. انا متاكد للصبر حدود. خلي بالك ساعه عبد الناصر مأمن موزع الخمس فدادين كانت سريعه، ولكن تاميم المصانع كان بعديها بعشر سنين. انت عندك استثمارات. لان رجال الصناعة ما رضيوش يخشوا معاه ويشتغلوا معاه، كانوا عايزين يوقعوا البلد. يا بيه في حاجة اسمها لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. ثورة يبقى في ثورة مضاد. اللي هما موجودين حاليا عندنا جوه البرلمان كتير منهم يقولك ها مش زماننا وزمان سرور وزمان مبارك كان احسن. البنزين كان بكام ودلوقتي لا. الاعضاء اللي في البرلمان بيقولوا نفس الكلام ده. ما ده طبيعي مش ده طبيعي. وقنواتهم الفضائيه شغاله طول النهار طول للناس كده. هو يعني زمن مبارك احسن من زمن السيسي؟ مش هو ده معنى الكلام؟ لا يا سيدي، في زمن السيسي غاليه، بس على الاقل انا بحاسب عن ابويا وعن جدي فواتير قديمه. فواتير قديمه، وبحاسب عشان عيالي واحفادي ما يحاسبوش. ما هو اصلك هتحاسب. هتحاسب مبارك، السادات ابتدوا دين مصر. دين مصر ناكل عن نوتة، وده كان خطة الامريكان والغرب ان انت تعيش عن نوتة، تعيش عن نوتة، لا تنتج ولا تصنع ولا تعمل ولا الهو. احنا بنبيع ايه؟ احنا بنبيع مصانع عبد الناصر. يعني الجيل احنا ده بعنا مصانع السادات. يعني الجيل ده ست الناب. الجيل ده ست الناب كتب عليه انه يدفع الفواتير القديمه كلها. يا بيه وماله؟ وانا يا بيه هو واحد من عيله الجندي هيدفع؟ انا ابويا جدي ابني هيتحاسب. هيتحاسب في حد مننا هيدفع؟ مين فيكم ابو الرجوله بقى ويقوموا يشيل؟ احنا يا سيدي هنشيل. وانا هشيل لمين؟ ما انا هشيل لعيالي واحفادي. طب ايه رايك نشوف محمود من بني سويف كده رايه ايه؟ استاذ محمود ازيك؟ استاذ محمود. طيب فادنا الاتصال، اتفضل يا سيدنا. يعني انت النهارده هل يعقل ان انت 30 سنه سعر البنزين في مصر ارخص من سعر البنزين في السعوديه اللي هي اكبر منتج للبنزين؟ هو يعقل ان 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 يعني ما في حاجات لا تعقل كمان. فالنهارده لما تيجي تقول انا هدفع الفاتوره، انا هدفع الفاتوره اللي انا اكلت بيها، انا مش هدفع فاتوره الترابيزه اللي جنبي. طب انا عايز اسالك سؤال مباشر في الموضوع ده يا ست النائب. يعني الناس اللي كانت بتحكمنا كانت بتراعي مناصبها اكتر من مصلحة الشعب ومصلحة البلد قبل كده؟ انك تسيبك تغرق في الديون كل السنوات اللي فاتت. السادات مش كسب الحرب؟ لما جه رفع ثمن العيش والناس طلعت في الشارع حصل ايه؟ نزله ودخل الجحر. ليه؟ ليه 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 دخل؟ قال لك شعبيتي. شعبيتي قائد. وكان ده الدرس بقى اللي هنقش عليه النهارده. انت النهارده من ساعتها انت ما عملتش اي تحسبا للي حصل ده. دعم عشان الناس ما تطلعش عليا، فحافظ على ايه؟ على سلطاني وعلى كرسيه.
فامضي فواتيه والخواجه بيمضي. امضي يا عم. العيال عايزه فلوس للمدارس، العيال دخل عليها رمضان، العيال عايزه تتجوز. امضي يا عم، امضي امضي امضي. اللي مضى مش غريب، اللي مضى ابوك وابويا وجدي اللي مضوا، مش غريب الفاتوره دي، مش غريبه الفاتوره دي، انت اللي مضيها لانك انت ابوك. لما الرئيس السيسي يقول في ناس نصحتني من الناس المقربين ليا والمستشارين المقربه ليا وقالوا لي يا ريس انت هتفقد شعبيتك باللي انت بتعمله ده، الناس بتحبك، ما تاخدش قرارات تانية زي كده، بس انا قدامي حاجتين، يفضل الناس تحبني والبلد تضيع، يا البلد دي تفضل طول العمر. هناخد اجابتك بعد اذنك بعد الفصل. السلام عليكم إخواني المزارعين، أكيد عاوزين محصول القمح يبقى كتير، يبقى لازماً تستعملوا بيلوكسيل، ده بيمنع الرقاد وكمان تقدر تضيفه على مبيدات الحشايش والسماد، وأحسن معاد ترش فيه من بعد الزراعة بثلاث أسابيع ومعاك لحد ست أسابيع. مع بيلوكسيل إنتاجك هيبقى كتير. بيلوكسيل للفلاح الأصيل. مصر بتعمل أول وأكبر بورصة زراعية وتصنيعية زي ما وعد رئيس الجمهورية. هذا بالإضافة لإنشاء بورصة زراعية على مساحة 57 فدان والانتهاء من المشروع خلال عام واحد فقط. تعلن الغرفة التجارية بالبحيرة عن حجز وكالات ومحلات وثلاجات ومحطات لتصدير الخضر والفاكهة. المزاد العلني بدمنهور 4 نوفمبر 2017. تعقد الجلسات يوم السبت من كل أسبوع للاستعلام رئيس مجلس الإدارة الأستاذ فتحي مرسي 010-875-8167. المنسق العام للمشروع الأستاذ محمد الشريف 010-845-7448. خبير مثمن أستاذ حمدي أبو اسماعيل 010-894-6571. بادر بالحجز وانتهز الفرصة. أعزائي المشاهدين أهلا بكم من جديد. ست النائب، كنت بسأل حضرتك سؤال مهم جدا انطلاقا من كلام حضرتك، وقلت لابد أن يطلع حد يدفع الفواتير القديمة كلها، وقلت لحضرتك أن الرئيس السيسي أعلن أكتر من مرة وقال في ناس كتيرة نصحتني أن أنا ما اتخذش القرارات دي، لكني أنا كان قدامي حلين اتنين، يا حافظ على حب الناس وشعبيتي ومكانتي والبلد تروح في اتجاه تاني خالص، يا حافظ على بلدي. ما كانش في قدامي اتجاه تاني غير ده. وقلنا ان السادات بعد حربه كانت شعبيته كبيره جدا، قرر انه يحافظ على شعبيته، فشال اي عمل من الاعمال الاقتصاديه الكبيره دي. حقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي جيب شعبيه كبيره جدا، جه بعد الثوره، جه بعد اصطفاف وطني كبير. وعامه الاصلاحيين على مدار التاريخ وفي كل دول العالم، الاصلاحي بيكون انسان عنده شعبيه كبيره بيفقد جزء كبير من هذه الشعبيه في رؤية لا يراها ممكن الشعب، في إصلاح ممكن الشعب متعود على شيء، فبالتالي أنت بتغير هذه العادة، وده أمر مقلق جدا للشعوب إن هي بتكون عندها عاداتها وتقاليدها وعايشة على نظام معين، وبالتالي كان قرار مهم إنه يتاخد. ما يقدرش ياخده واحد جايب 51%،
او جايب انتخابات لا لازم ياخده حد جاي عنده رصيد، حد عنده رصيد بالظبط كده بالظبط، زي ما لما عبد الناصر جه بعد ثوره كان عنده رصيد كبير قدر ياخد قرارات ثوريه كبيره وسريعه، زي تعميم القناه، زي اعاده توزيع 5 فدادين. ليه؟ لانه عنده الشعبيه، عنده الشعبيه. وبالتالي حتى لما حصلت 67 الشعب قال له ابقى ابني جيشنا تاني، انزل حارب. بعد كده هو توفى بعدها بسنتين، حاربنا، كان جيش اتبنى، كان حاجه، وصلنا للمرحلة. وبالتالي نعم، ما يفعله عبد الفتاح السيسي هو ما فعله كل إصلاحي بعد رحيله، بعد رحيله يبدأ شعبيته تعود مرة أخرى وتصبح في التاريخ. ليه؟ لأنه الإصلاحي بيغير منظومة كاملة، بيغير تاريخ وعادات وتقاليد. ممكن أنا مش شايف، يعني ممكن أجي أقول إيه لازمتها تحسها بعد كده، أروح أعمل عاصمة جديدة وفي نفس القعدة وانا قاعد بشرب الشاي بالليل اقول واحنا هنتننا قاعدين في 10% راكبين على بعضينا ولا حيز عمران ولا حتة سكن عيالي. قال انت بتناقض روحك، طب ما هو انت النهاردة خلاص نفس المساحة دي من 5000 سنة هي. طب النهاردة يبقى معناها لازم اطلع الصحراء، طب ما انا ابتدي اعمل ايه؟ اعمل الجديد. يعني فكرة انك تعمل عاصمة ادارية جديدة فكرة انا معاها مليون في المية، بس لما تيجي تودي موظفين الدولة العاصمة الادارية الجديدة توديهم مسابقة الاول، توديني هناك نمرة واحد اللي انت محتاجه بس، نمرة اتنين اكثر الموظفين تفوقا، يعني ما تنقلش وتحط هناك وخلاص. لا انت هتجيب لي نفس الموظفة اللي فتح الدرج ولا الموظف اللي فتح الدرج ولا السبعة اللي قاعدين يعملوا شغلانة واحدة ولا واحد فيهم بيعملوا؟ لا يبقى احنا ما عملناش، يبقى احنا ما عملناش حاجة، يبقى احنا عملنا مباني. لا يبقى انا النهاردة العاصمة الادارية الجديدة هودي فيها الكريمة بتاعة الموظفين، المليون ونص فدان هودي فيها الكريمة بتاعت القرية المصرية. يعني ايه القرية المصرية؟ يعني المليون ونص فدان، انا قرية الحجايزة مثلا عايز الحجايزة الجديدة هناك، واللي يروح من الحجايزة، الحجايزة الجديدة اهل الحجايزة بحيث ما احسش بالغربة، اروح هناك معايا اهلي وناسي بتاعت نفس القرية. فكرة الكرة الموازية، بس واخد ان كل قرية يبقى وسطها قرية، كريمة القرية، كريمتها من فلاح، كريمتها من مدرس، من دكتور، واخدها وموديها هناك. طب استاذن حضرتك ناخد الاستاذ مصطفى من الشرقيه. استاذ مصطفى اتفضل. تفضلك الله يا استاذ ماهر. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمه الله. ازيك يا استاذ ماهر فضالي؟ اهلا بيك استاذ مصطفى، اتفضل يا باشا. تحياتي لحضرتك يا فندم، تحيه تقدير واحترام. اهلا بيك، معايا سياده النائب مصطفى الجند، اتفضل. معاك يا فندم. ايوه ازيك يا استاذ مصطفى؟ اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك، تحياتي لحضرتك يا فندم، تحيه تقدير واحترام. جزاك الله خير يا سيدي، وانت اجرى نائب في شفته في حياتي، اعظم نائب، اعظم نائب في جميع نواب الشعب. ربنا يعزك يا سيدي، انت اعظم نائب شفته في حياتي والله، اقسم بالله. ربنا يعزك يا سيدي. الكلام اللي سمعته من حضرتك ما سمعتوش من اي حد قبل كده، كلام جميل، كلام محترم، كلام له وزن واحترام فعلا يا فندم. فعلا احنا لدينا رئيس هو اعظم رئيس، رئيس هو اعظم رئيس في تاريخ مصر، شهادة حق والله لم بتقبل، ودي كلمة حد لازم أقولها، ده أعظم رئيس حصل في تاريخ مصر. ولكن فعلا الناس اللي بتاخد بالها بتقول اه ده الأمور غليت، الأسعار، الدنيا، ولكن هو بيبني، ده رئيس بيبني. وفندم معلش يا راجل فلاح على جد ضروبي، يعني ليا طلب عند حضرتك بما إنك راجل نائب في في, في في الميزان، بما إنك راجل نائب في الميزان أومر. انا عندي مشكله هنا في بحر البر بالتحديد في قريه 4 في احدى القرى التي انشاها جمال عبد الناصر رحمه الله عليه. قريه 4 في البر هي تبعد عن المدرسه اللي كانت منكوبه اللي كان 69 حوالي 5-6 كيلو يعني. المدرسه بتاعت بحر البر فاكرها يا فندم؟ ايوه طبعا، مين مش شايف كده. انا عندي هنا مصرف بيخص 1500 فدان أرض زراعية داخل الحيز، داخل حيز الإصلاح، أرض 1500 فدان داخل حيز إصلاح جمال عبد الناصر، وأرض لها جمعية اسمها جمعية ثالث الزراعية، وأرض مسددة عليها، مش لا مش مش عليها مدين من الدولة، وأبو والدي رحمة الله عليه انبحث فيها مرتين وكده، مش يعني أنا بتكلم باسمي هنا إيه، باسم
باسم 2000 اسره وليكن قاعدين على 1500 فدان حيازات مفتكه. دي كانت ارض خمس افدنه لكل فلاح. الفلاح ده مات رحمه الله واصبح اللي موجود على الارض ورثته. المشكله ايه يا استاذ مصطفى؟ المشكله يا فندم الصرف ده كان صرف عمومي، ولما طبعا كان في ارض مخللات هنا باقيه من تسليم الاصلاح، فوضعوا يدهم ناس هنا اصحاب نفوذ على الارض ديت وقطعوا الصرف دعوت استغلوه راي يا فندم. فتحوه بامر مباشر كده في بحر البحر مباشر، عملوه بدل ما كان مصرف صرف اصبح خليج راجل برعه ريح بتخص حوالي 350 فدان خاصه بيهم هم. الموضوع ده يخص الري ولا يخص الزراعه؟ طبعا المشكله دي فيها فساد قديم من الجمعيه ومن القطاع ذات نفسه. يعني في مسؤولين شايف الكلام ده وساكتين، يعني قدامهم الموضوع شايفينه وساكتين. والله يا استاذ مهلا فضالي انا شايفك اجرى اعلامي، انا شايفك اجرى اعلامي شفته في حياتي. شكرا لذوقك. يعني عايزك تتبنى الموضوع دوت وعندك رأي في تمراز ده هنا ابن بلدنا واحنا انتخبناه ودينا له الورق وحطينا الورق ونص قدامه ومش عاملين حاجه. النائب بتاعه حضرتك النائب في الدايره، النائب في الدايره عندكم اسمه ايه؟ هو بيعتبر هو رئيس تمراز وواحد اسمه خالد عبد المولى. ده ما سمعتش صوته من يوم ما نجحناه وانتخبناه، ما سمعتش له اي صوت لا في ما اعرفش عنه حاجه خالص. حاضر. طيب خليك معانا يا استاذ مصطفى وسيب تليفونك في الكنترول، واحنا ان شاء الله هنتابع معاك المشكله دي ويبقى لها حل باذن الله. هناخد الاستاذ عمر من الاسماعيليه. استاذ عمر ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا بيك استاذ عمر، اتفضل. والنبي لو سمحت انا معايا مشكله عايز اعرضها على الاستاذ مصطفى. معاك سياده النائب مصطفى الجندي، اتفضل. الله يخليك. حضرتك يا فندم انا كنت مقدم في مشروع قريه الامل وليا ملفين في واحد في مديريه الزراعه والثاني في المراقبه العامه للتنميه وقابلت السيد المحافظ ووعدني وامر المسؤولين ان هو يديني قطعه ارض بصفه ان انا من اللي هو ياسين الطاهر. ياسين الطاهر. ورحت ثاني يوم ما عملوش اي حاجه ولا اي صفه ولا عرفت اقابل السيد المحافظ ولا انا اصلا عارف اخد حق منه اصلا، يعني ولا انا عارف ادخل له ولا اي حاجه. الدايره عندك النائب اللي في الدايره عندك اسمه ايه يا استاذ عمر؟ استاذ عصام المنسي. دايرتك اسمها ايه؟ الامطار شارع. طيب خليك معانا وتابعنا وسياده النائب ان شاء الله هيتواصل معاك في حل هذه المشكله. انت بقى قدرك ان انت نائب عن مصر لا كلها. لا 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 وليس عن دايره لوحدها يعني. طبعا طبعا. بص اقول لحضرتك حاجه، الفلاح في مصر تعبان. خلينا نقول الاول انت كنت مقدم طلب برغبه لمناقشه تطوير الزراعه، فعايز ندخل من ده. هو طلبين الحقيقه. انا اول ما دخلت البرلمان لاستعاده الدوره الزراعيه اولا نبدا، فلنبدا بان يكون هناك مجلس اعلى للفلاحين في مصر. مجلس اعلى للفلاحين في مصر. فندم انا عندي مجلس اعلى للطفوله، عندي مجلس اعلى للامومه، عندي مجلس اعلى لذوي الاحتياجات الخاصه. دول اكتر من 50% عندي مجلس من الشعب اعلى المصري. لكل شيء الا الفلاح. دول اكتر والزراعة. من 50% من الشعب المصري يا فندم. هو مش بس 50%، الفلاح هو اللي هو اللي ربنا مسببه عشان يطعمك. الفلاح ده ابوك، وعلى فكره هو اللي ما بيتكلمش خالص يا بيه. الفلاح ده هو الامن الغذائي بتاع البلد. الفلاح زيه زي العسكري. ينفع العسكري. هو لما بتيجي انت في الجهاد مش يقول لك يا اما بتجاهد بالنفس يا اما بتجاهد بالمال. صحيح. المال ده لما جه وصفه قال لك مش ان انا اعد الغازي، هعده بايه؟ بسلاح وتدريبات واكله. طبعا واكله. طبعا. اذا الفلاح هو شريك في الجهاد. هو صحيح. الولد اللي واقف في في في, في سينا ولا في الواحات ولا في، هو ده مش بيجيله الارعونه فيها لقمته؟ مش ممكن العدو بره يقفل عليا؟ مين اللي هيطعمه؟ مش ابوه من البلد؟ مش هقول اللي هيبعت. الله يفتح. يبقى الفلاح هو الامن القومي المصري. واسمعوا، مفيش دوله في العالم، امريكا، اوروبا، اسيا، اصبحت دوله صح الا بالفلاح مبسوط فيها. ومفيش قوه عظمى في العالم سقطت الا بسقوط فلاح. طيب نعمل ايه واحنا عندنا الله يرحمه عبد الناصر وزع الخمس فدادين والراجل مات وورث لعياله والارض اتقسمت والوضع زي ما انت شايف دلوقتي، كل واحد بيزرع اللي على مزاجه، لكن كل واحد بيزرع ايراط او ايراطين اللي على مزاجه، كل زرعه ليها ريتها وكل زرعه محتاجه سمدها وكل زرعه محتاجه. قول لي بقى وانت نايم مش عادي، انت نايم ايدك في وسط المشاكل دي وحافظ المشاكل دي، قول لي بقى الحلول ايه؟ خلينا نحل يا باشا.
اول حاجة لازم نعترف ان انا عندي نوعين ارض في مصر، ارض صفرة نوعين ارض في مصر. تمام. ارض صفرة تمام وارض صمر. تمام. الارض الصفرة بتتزرع صناعي، يعني ايه صناعي؟ يعني معدات ومكن وحصاد وراي بالتنقيط ورش وبتاع كل وكله يمكن ويا 5000 فدان هو وعياله الاثنين، وتيجي الطيارة ترش، تيجي المكنة تزرع تحصد، كلها ميكنة زراعية، كله ميكنة صح. وعندي الارض السمراء اللي احنا بنتكلم فيها اللي فيها شغل بقى الغمر بقى، ابوك واهلك وعيلتك والقرية المصرية موجود. تمام. صح. تمام تمام. انا ده غير ده. انا عايز اوصل الارض السمراء ان هي تبقى ارض صناعة كمان. يعني ايه؟ ده يوفر لي مية، ميكنة يبقى فيها ري حديث، غير انه يوفر لي مية. انا النهاردة في لما باجي بحصد يدوي بضيع 30% من المحصول. تمام. بيروح 30% من المحصول بيدو. تمام. لو عملته ميكنة هاخد 100% من المحصول. بس هتقابلك مشكلة تانية يا سيادة النائب. كل واحد زارع نص فدان، واحد زارع ربع فدان، واحد زارع فدان، هتحصد بالميكنة ازاي؟ وده زارع نص فدان غلة، وجنبها نص فدان برسيم، وجنبها ربع فدان فول، وجنبها مش عارف. الله يفتح. ما هي مشكلة بقى. يبقى لازم ارجع ايه؟ احنا كفلاحين بنحب عبد الناصر. صح؟ طبعا. عبد الناصر كان عملها ازاي؟ كان عمل دوره زراعيه. ايوه حلو تمام. هو 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 بقى. هو عارف وهو بيقسم الارض ان الحل بتاعتها الدوره. الحل بتاعها البنك اللي ما بياخدش فوايد، بنك زمان. الحل بتاعها كان كده. طيب اجي انا اعمل ايه دلوقتي؟ اقول عوده الدوره الزراعيه. وانا مقدم اقتراح برغبه وان شاء الله يبقى قانون عوده الدوره الزراعيه. ايه بقى مفهومه يا ست؟ عوده الدوره الزراعيه اللي بقى 20,000 فدان دول هيتزرعوا. انا عايز غلق. اليات ال 20,000 فدان دول هيتزرعوا ذره. هتنفذ ده ازاي على ارض الواقع؟ زي ما كان بيتنفذ. ازاي؟ قول لي انا مين اللي بيدي التقاوي؟ مش الدوله. مين اللي بيدي السماد؟ مش الدوله. مين اللي بيفتح الترع ويوصل الميه؟ مش الدوله. الدوله تتواجد. يعني انت عايز يعني يا اخي الدوله غايبه يعني يا اخي ما فيش دوله عندنا في الفلاحين، كل واحد عايش على حاله. يعني الدوله تعود. يعني انت سياده النائب عايز ايه بالراحه عشان الناس تفهمنا؟ أيوة. ونفهم بعض. خدنا على قد عقلك. عايز يعني انت عندك في الرز يقول لك المحافظه دي ما فيهاش رز، يبقى خلاص ما فيهاش رز. السنه الجايه انت عايز بقى تعمل السنه الجايه يبقى فيه. انت عايز سيادتك تعمل هو ده نفس المفهوم اللي بتعمله ده تطبقه هنا صح ولا لا؟ ده كان بيطبق في مصر، مش حاجه جديده. الفلاح عارف الدوره الزراعيه، احنا عارفين. احنا اتبهدلنا من بعديها ليه؟ لما انت بتيجي تقول ال20 فدان دول هيتزرعوا رز وتقدر تسيطر على الفلاحين يا فندم؟ طبعا. ما انت مش بتشتري محصول. مش متواجد كدوله ولا سايب الناس لبعضيها ياكلوا في بعض. انت سايب الناس لبعضيها تاكل في بعض. لا، تعال ابقى موجود كدوله ونيجي نقول ال20,000 فدان دول هيتزرعوا رز، ادي ميتك وادي التقويه، وادي تقويه، وادي سمادك، وادي محصولك اشتريناه، وادي الارشاد كمان عندك اهو، وادي حقك في الدستور يا فلاح يا مصري. مكتوب في الدستور الجديد انك ليك حق في هامش ربح. يعني الفدان اتكلف 10 قروش يبقى بيع المحصول ب 11 و12، يبقى ضمنت له ان هو هيكسب كمان المكسب في هامش ربح. هي منظومه. طب تعالى يا عم الفلاح، احنا عملنا ال 20,000 فدان هيزرعوا مع بعض، احنا كدوله هنتفق مع الدول الصديقة مع الشركات الكبرى ان احنا نميكن الزراعة، فنوفر ال 30% المهدرة. 30% المهدرة دي هندفع منها تمن الميكنة تقسيط، وهندفع منها لان ال 30% دي من ده رقم كبير، 10 مليون فدان دي مليارات. طبعا هدفع منها قسط الميكنة وهدفع من ضمنها قسط الري الحديث. انا النهاردة كدولة عايش على 55.5 مليار متر من ايام عبد الناصر، وانا 20 مليون، انا 104 مليون. انا تحت حد الفقر المائي بالنص، وطول ما انا بولد وبخلف وربنا يزيد المية هتقل. طب ما تيجي نروح الدقهلية كده ونشوف الاستاذ جمال من الدقهلية رأيه ايه في الكلام ده. استاذ جمال ازي حضرتك؟ السلام عليكم. ازيك يا باشا؟ قول لنا يا استاذ جمال رأيك ايه في موضوع الدورة الزراعية؟ الدورة الزراعية يا فندم، من يوم الدورة مساء الخير. اولا هو مساء الخير للباشمهندس مصطفى الجندي بقى، سياده النائب مصطفى الجندي عضو مجلس النواب. وكل بقول لكم كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب يا حبيبي. وانا ليه راي حضرتك سياده النائب كلامه صح. يعني من يوم ان الدوره الزراعيه ما انتهت واحنا لا عارفين نحصل على قمح حصه التموين ولا الرز حصه التموين
والعمليه بقت ملبخه، اللي عنده ربع فدان بيزرعه معاش بره للدوله حق ايه؟ انت تاخد حصه التموين اللي هي مخصصه للدوله زي ما كنا بنطلع على الفدان طن رز، تاخد الدوله في سعر الحر، وبعد كده بتسحب التموين وتدي الباقي للمواطن اللي 2 طن او 3 طن يورزهم ويصدرهم. خد حصه الدوله بدل ما تستورد من بره الرز او تتحكم في الرز او الرز يبقى، خد حصه الدوله الاول بدل ما تشتري من بره، خد من الفلاح طن الرز في التموين وسيب له الاثنين طن يبيعهم ب 20,000 في 30,000 في 50,000 زي ما يبيعهم يبيعهم، بس خد حصه الدوله الاول. وبدل ما انت تستورد من بره رز او تستورد من بره سكر او خد خلي البلد حصتها الاول. ادي حاجه. الحاجه الثانيه يا فندم بالنسبه للارض الزراعيه حضرتك، احنا جمال عبد الناصر الله يرحمه ادى كل واحد 5 فدادين بدون مقابل، زرعناهم وعشنا منهم والبلد كلها عايشه من 5 فدادين دول، والخير كله جاي للبلد من ال5 فدادين اللي احنا عايشينهم اللي اعطاهم جمال عبد الناصر الله يرحمه. دخل لنا الميه ودخل لنا الكهرباء ودخل لنا الاسفلت وعمل لنا السد العالي، وانجازات ملهاش حل. وال5 فدادين اللي احنا عايشين منهم والبلد كلها ايرادها كلها منهم، ادي يا فندم احنا اولاد الدوله، احنا وابن الدوله والارض. استاذ جمال، يا استاذ جمال، استاذ جمال، انت عندك ارض قد ايه دلوقتي حاليا وانت بتكلمنا؟ حاليا ما عندك انا عندنا 5 فدادين واخدهم من ايام جمال عبد الناصر. اتوزعوا عليك وعلى اخواتك بقى كل واحد عنده نص فدان مثلا ولا حاجه؟ ما عادش عندنا اراضي خالص. طيب الناس الفلاحين اللي في قريتك لو جينا النهارده قلنا لهم احنا هنوحد الدوره الزراعيه في المنطقه دي، في ناس هتوافق وفي ناس هتعترض ولا كله هيوافق؟ لا يا فندم، هي لازم زي ما اشوف كل واحد مش بدماغه كده ما حدش هيمشي، لازم تبقى في قوانين صحيح منظمه البلد. هو ده نفس البلد. كلام سياده النائب، انا كنت عايز اسمع منك الكلام ده عشان اعرف الناس درجه الوعي عند الناس. شوف قال لك ايه؟ قال لك هتسيب الناس بدماغها كده كل واحد هيقول لك لا انا عايز ازرع بطيخ والتاني يقول لك انا عايز ازرع باذنجان. استاذ جمال انا بشكرك، خليك معانا واسمع رد سياده النائب. بص، هو الفلاح ليه ايه؟ الفلاح لانه يصحى الفجريه يروح على ارضه يلاقي تقويه يلاقي ميته يتعب ويشقى. لا شفت الوعي عامل ازاي؟ بص شفت الوعي عامل، يحصد زرعته يبيع زرعته يجوز بنته يجوز ابنه ويعيش مسطول. يجوز بنته ويجوز ابنه ويعيش مسطول وابنه، ولا يروح ياخد كارد من البنك ويتحبس بيه؟ يا بيه، ما هي الفكره كلها هنا. انت كنت زمان لما تيجي تتجوز تستنى موسم الحصاد عشان تروح لابوك تقول له انا عايز اتجوز، عشان ابوك يبقى ايه سيالته مليانه يعرف يدفع مهر، وممكن يقول له هديك في الايه في الزرعه الجايه كذا. يبقى بيقسط ليه؟ لانه عارف ان لما بتيجي ميعاد الحصاد بيكسب. النهارده الفلاح في كثير من الاحيان بيحرط ارضه والزرعه فيها لانها خسرت خلاص. فاضل معايا دقيقتين، عايزك تقول لي حضرتك الدستور والتعاقد مع الفلاح في نقط سريعه عشان فاضل معايا دقيقتين. حق الفلاح في الدستور المصري الجديد اللي جه بعد الثوره ان الفلاح يكسب. مش ربح، معناها ان هو كلف 10 قروش لما المحصول يجي ينباع ب 12 قرش، يقوم يكسب قرشين. تمام. ده حقه في الدستور، وبالتالي كل القوانين واضح وثابت وينفذ. لازم تروح في الاتجاه ده. احنا بنقول لازم، احنا هنشتغل في البرلمان. عملنا حاجه في البرلمان في الاتجاه ده؟ طبعا، يعني احنا عندنا لجنه زراعه نشيطه، بس زي ما انت بتقول لو ما فيش منظومه كامله صعب التنفيذ. هيبقى كله زي ما بيقولوا كده سمك ولبن وتمر هندي وكل واحد يعمل اللي هو عايزه، وفي النهايه مش هقدر انا كدوله وكشعب. اصل هو كم واحد عنده ارض؟ مش كتير، لكن في 104 مليون عايشين على الارض دي. انت خدت بالك من الاستاذ جمال بيقول لك كان عندنا 5 فدادين وفي الاخر وصل ان هو ما عندوش حاجه لانه اتفتتت. تمام، وباع واللي باعه بالايراد، وفي ناس النهارده راس ماليه عندها ب50 فدان وعايزاها ب30 فدان وعندها ب20 فدان، موجود في المجتمع كل الاشكال. ولكن في النهايه انا بقول اي مزارع كان بيزرع ارضه هو غرضه في النهايه انه يكسب عشان يجوز عياله، عشان يعيش مسطور، عشان ابنه اللي زي سيادتك اللي موجود في الحضر وفي المدينه لما يجي اخر الشهر ومرتبه ما يكفيش يلاقي زواده جايه له من البلد تكفيه هو وعياله وتستره لغايه اول الشهر لما يقبض. زي زمان ايام عبد الناصر كانت تيجي الزواده على يوم 20 22، تمشيك تلاقي شويه رز على بيض على طير جايه من البلد دي اسمها الزواده. لو الفلاح مبسوط الحضر مبسوط. صحيح. مش العكس، لو الفلاح مبسوط الدولة ماشية صح. يعني لما تقوي الفلاح وندعمه يعني انا بدعم، لما تاخد لقمتك من دراعك هيبقى قرارك من دماغك. مش الشعراوي قال كده؟ صحيح. لازم ازرع،
لازم الفلاح ده يبقى الباشا، لانه هو الكفيل، هو اللي كفل الامه، صحيح. هو اللي بياكلها، هو اللي بيلبسها، والدستور كفله، هو اللي بيجوز، والدستور كفله ده يا سيدي، والدستور والشرع وربنا واوعى تقلق على البلد دي تبقى فيها فلاحها اللي ربنا بيحبه وبيحبها. سياده النائب المحترم مصطفى الجندي، المستشار السياسي للرئيس البرلمان الافريقي والرئيس السابق للجنه الشؤون الافريقيه بالبرلمان، انا بشكر حضرتك جدا على تشريفك ليا في الحلقه. شكرا، انا سعيد ان انا اكون. اهلا بحضرتك. اعزائي المشاهدين، شفتوا معانا وعشتوا معانا حلقه انا شايفها ان حلقه مميزه جدا. الخير قادم ان شاء الله. اوعوا اي رسائل احباط تحبطكم في اي حاجه. كل اللي بيحصل ده معناه ان احنا شغالين على الطريق الصح. كل اللي بيحصل ده دول معينة بتدعم الجماعات دي وبتقول لك أنا موجود، أنا موجود لكن مش هيحبطني. أنت موجود بس موجود زي الفئران، موجود في الصحور، في الجبال، موجود في الصخور. هتيجي وحربنا معاك مستمرة، لكن ده مش هيحبط الشعب المصري أبدا، لأن الشعب المصري اللي بيشوفه ده ما يجيش واحد على المليون من اللي شافه طول التاريخ كله. فمصر قوية جدا وشعبها قوي جدا. وبلغ اللي شايف غلط يبلغ، ما تبقاش شيطان اقرص. لو ما بلغتش هو نفس الولد اللي بايت في الدار اللي جنبك، وانت ما بلغتش هو اللي هيموت ابنك في تجنيده، انت اللي هتبقى موته لانك سبت عدو يكبر وسطين. بلغ 80% من نجاحك. مش هتكلم كلام تاني غير اللي قاله سيادة النائب. لكم مني اطيب المنى ماهر الفضالي.